السلام عليك يا خادم علم الله السلام عليك يا ابن حجج الله على بريته اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحجتك وأوليائك وذريتك ورسلك وأنبيائك آمين يا رب العالمين السلام عليك يا مولانا صاحب الناسِ والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم